أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ولكل عشاق الرياضة اللي بيتابعونا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي باراسبورت. بهالحلقة اللي راح نخصص فيها الحديث عن مواضيع رياضية هامة وأيضا قضايا بتخص الرياضة والملعب الفلسطيني، بالإضافة للحديث عن دعم الفدائي وما توصل إليه بعد خوضه الفترة التحضيرية لأمم آسيا ومشاركته إن شاء الله اللي راح تكون مشرفة بهذه البطولة الهامة في الإمارات، بطولة أمم آسيا 2018. هذه المواضيع التي سنتحدث عليها، سنخصص الحديث بالفقرة الأولى حول مدخولات الأندية ومصروفاتها مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمد أبو عرام الناطق والمحلل الرياضي. يسعد مساك. يسعد مساك زميلي علاء. وبداية قبل الحديث لابد أن نطير بباقة معايدة للشعب الفلسطيني ونقول لهم كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وحركتنا الرائدة بألف خير، كل عام ومنتخبنا الذي نأمل ونتمنى أن يرفع رؤوسنا عاليا خلال مشاركته في خلال الأيام القادمة بمشاركته في كأس الاتحاد في كأس آسيا إن شاء الله. كل عام بخير. قبل الحديث أكثر خلينا نشوف هالتقرير عدوا لنا يا الزملاء حول موضوع مدخلات الأندية ومصروفاتها، ومنكمل الحديث أكثر حول هذه القضية. توجهت منظومة كرة القدم الفلسطينية لتطبيق نظام الاحتراف منذ 7 سنوات لمواكبة التطور الحاصل باللعبة الشعبية الأولى على مختلف المستويات المحلية والعربية والعالمية، وذلك بعد أن صار الاحتراف أساساً في كرة القدم ولغة لها. وهنا برز دور المال، وهو العصب الأساسي للاستمرار والتطور في عالم الاحتراف، والذي حول كرة القدم من لعبة هدفها التسلية والتنافس إلى عمل ووظيفة. وإذا ما نظرنا لمنظومة المال في كرة القدم المحلية نجد أنها تعتمد على عدة أمور، أبرزها التمويل والذي يجلبه اتحاد كرة القدم من الشركات الراعية للبطولة، والمخصصات والمعونات السنوية من قبل المجلس الأعلى للشباب والرياضة، إلى جانب دعم رجال الأعمال وقسط الأندية من شباك التذاكر واشتراكات أعضائها. كما وتشكل المشاريع الصغيرة الملحقة ببعض الأندية جزءاً مهماً في دعم موازناتها. وعلى الرغم من هذه المدخولات إلا أنها وفي حالات كثيرة لم تكفي لسد احتياجات الأندية خلال الموسم الماضي، لأن ما تجنيه بعض الأندية لا يكاد يغطي مصاريف شهر واحد، حيث تزيد مصروفات الشهر الواحد لبعض الأندية عن 350 ألف شيكل موزعة على رواتب اللاعبين بشكل أساسي وعلى المصروفات الجانبية كالمواصلات وحجز الملاعب وسكن اللاعبين بشكل ثانوي. ولأن الضوائق المالية للأندية ظهرت فعلاً في مرات كثيرة، فقد لجأت بعض الأندية للاقتراض من رجال الأعمال أو المؤسسات المصرفية، فازدادت مشاكلها وتراكمت. ويبقى السؤال الذي يطل برأسه في كل مرة قائماً، ألا وهو أين تختبئ الحلول الجذرية؟ وكيف يمكن ردم الهوة بين مدخولات الأندية ومصروفاتها؟ ومتى تتحدث أنديتنا أو البعض منها عن فائض مالي ما في ميزانيتها؟ والسؤال هنا مشروع. بعد متابعتنا مشاهدينا لهذا التقرير بنعود لضيفنا في الاستوديو الناطق والمحلل الرياضي محمد أبو عرام، والحديث من حيث انتهى التقرير. فجوة كبيرة، مصاريف عالية، وأيضا فقدان لبعض المصروفات أو المدخولات بالتحديد أكثر في الأندية الفلسطينية. خلينا نلخص مجمل هاي المشاكل. يعني فعلا التقرير اللي احنا تابعناه عبر الشاشة حاليا يعني هو بمثابة يعني خلينا نحكي تقرير يقدم ضمن دراسي في الجامعات، يعني يقدم بالفعل لأنه حط كثير من الأمور، لخصها وشخصها بطريقة إدارية بطريقة رياضية بطريقة مالية بحتة. ف
فإحنا في عندنا إشكالية كبيرة جدا بخصوص المال، زي ما تحدثت زميلتنا في تقريرها، تحدثت وقالت إنه المال هو العصب الأساسي في كل شيء. أكيد نعم. سواء في البيت، بالرياضة، بالعمل، بالشركة، بأي شيء، المال هو العصب الأساسي. وإحنا مشكلتنا الرياضة انتقلت أو قفزة نوعية ما بين ما قبل مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية في الانتفاضة الأولى وما كانت تعني الرياضة الفلسطينية، وإنه إحنا نعم. كنا كشباب بدنا نظهر طاقاتنا ونفرغها من خلال الحواري والشوارع ونعمل سباعيات وبطولات غير منتظمة، لأنه كان الاحتلال يحاول يعيقنا بكل بعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية وإعادة تشكيل الاتحاد الفلسطيني، لأنه من أولى الاتحادات على مستوى العالم اللي كان موجود على في الخريطة الدولية، أنه نظم البطولات، لكن هذه البطولات ما كانت تكتمل بسبب الأوضاع اللي كانت تعيشها اللي هي الأراضي الفلسطينية. وكنا نتابع على اعتبار أنه الرياضة هي رياضة، يعني مراهقة رياضية، نزوة رياضية، ما كان في عندنا الأسس المبنية، وكانت الأندية هي بوابات للتنظيمات، أنه كان كل تنظيم يدعم هذه الأندية. بال 2008 منذ أن تولى في 10/5/2008 تولى اللواء جبرين رجوب دفة اتحاد كرة القدم ورئاسة اتحاد كرة القدم، انتقلت الرياضة وأصبحت الرياضة شيء أساسي في القضية الفلسطينية، مشروع أصبحت يعني مشروع وطني وداعم نعم. للدولة الفلسطينية. 10/5/2008 بدأت هناك رؤية واضحة للواء جبرين رجوب، حاول يجمع بكل أفكاره من خلال تجارب العالم، من خلال العلاقات، من خلال زيارته للجامعات والمعاهد والأندية، أنه وضع رؤية ووضع خطة. كانت الخطة الأولى مدتها 5 سنوات على اعتبار تنتقل للأندية من أندية مفتوحة مجرد أنها تجلب العناصر الشابة وهذول الأشخاص، أنه تحول لمؤسسات، يعني أنه نحول النادي من نظام نادي لنظام مؤسسي. مؤسسي بيعتمد على اعتبار أنه النادي مش ينفتح الساعة 8 بالليل بعد ما يروح الموظفين والعمال ويتجمعوا يلعبوا على طاولة التنس أو يكونوا موجودين، لا، إنه النادي يكون مفتوح، في له دوائر، دائرة مالية، دائرة إدارية، في أمانة سر، في كل الأمور هاي. نعم. بال2010 كان أول دوري عادي، كان بال2008 وحصل أول دوري حصل عليه ترجي وادي النيس، وكان اسمه وادي النيس. صح. بعدين الأمعري جبل المكبر، وبعديها تحول. كان في فكرة عند اللواء جبرين رجوب على اعتبار إنه هاي الرياضة لازم تنتقل للخريطة الدولية، ويصير اسم فلسطين ظاهر وحاضر، ويكون في عندنا منافسة قوية. على طول مباشرة أدخل نظام الاحتراف، والنظام الاحتراف حسب المنظومة الدولية هو نظام احتراف جزئي. لماذا؟ لأنه الاحتراف بيحتاج لشغلات ومقومات كثيرة إحنا بنتفقدها، ولغاية الآن يعني إنها تقريبا 11 سنة إحنا في عندنا احتراف، ولكن مقومات الاحتراف إحنا بنفتقدها. من أهم المقومات هي المال. هذا المال هو المشكلة اللي بواجه كل الأندية الفلسطينية، وإحنا لاحظنا إنه في أندية اسمها عريق وحافظت على اسمها اندثرت بفقدانها المال. طيب انتهى. أنا بدي أوقف عند هاي النقطة، مهمة جدا، ونحكي أكثر على موضوع ثقافة النادي أكثر ما هي ثقافة فريق. النادي لما صار عنده فريق وعم بيدخل بمحطات إيجابية وبيحقق ألقاب ونجاحات، هنا نحكي عن النادي صار مؤسسة، وصار العمل على النظام الداخلي للنادي هو ليس على انتخاب بعض رجال الأعمال أو بعض الشباب النشطاء من المخيم أو المدينة أو القرية أو حتى كمان بعض اللاعبين الرياضيين أو خريجين الأندية الرياضية. هون صرنا نحكي على مؤسسة باستراتيجية أكبر وأشمل. هي من المفترض أنه إحنا من يوم تطبق عندنا أو انتقلت الرياضة الفلسطينية للدولية وأصبحنا اسم لامع، وأصبحنا يعني نقفز بقفزة الصاروخ، بانطلاقة الصاروخ السريع، من المفترض أنه إحنا غيرنا أنظمة الأندية. نعم. أنظمة الأندية، لأن أنا تحدثت في بداية حديثي أنه كانت الأندية تشكل بناء على توجيهات سياسية وطنية، أنه هذا النادي بده يحافظ على وجوده وحضور الشباب في داخله. من المفترض أنه إحنا من يوم ما تحولت الرياضة وأصبح في عندنا نظام الاحتراف وأصبحت عندنا الأندية، يتغير النظام. هذا النظام يجب أنه إحنا ندخل الثقافة، ثقافة جديدة. ثقافة بتعتمد على إيش؟ على مؤسسة النادي، على تحويل النادي من نظام نادي إلى نظام شركة، يعني شركة غير ربحية، أنه يكون في عندنا أسس ومقومات فيها. لغاية الآن إحنا بنفتقد العديد من هاي الأمور. المفترض أن يكون في عندنا جانب في رجال أعمال، في عندنا جانب رياضي له خبرة بالرياضة وبالأمور الفنية، وإن كمان جانب يجب أن يهتم بالنواحي الاجتماعية والتعليمية، لأنه النادي هو عبارة عن إيش؟ جامعة، مشروع شامل، بيجمع مجموع شامل، بيجمع كل شيء. صحيح. في كل منطقة من المناطق الموجودة فيها. للأسف أنه إحنا بسبب العجز المالي وبسبب الديون اللي بتتراكم على الأندية من خلال مشاركتها، من خلال منافستها أو حضورها أو إنها تثبت بقائها بدوري الاحتراف وإنه الاسم يظل ظاهر،
بلشت تتراكم الديون، لأنه إحنا ما اعتمدنا إلا على مدخل واحد فقط لا غير، اللي هو تمويل اتحاد كرة القدم. اتحاد كرة القدم أصبح هو اللي بيشحد وبيجيب لمين بزود هاي الأندية، صحيح. من خلال منحة الرئيس أو من خلال الشركة اللي بترعى الدوري أو الشركات، بعض الشركات. في بداية الرياضة لاحظنا إحنا تقدم حوالي ما يقرب، أنا أذكر كان في عندي 44 نادي درجة أولى وكان في عندي 12 فريق درجة ممتازة، بمعنى 56 نادي. هذول 56 نادي كان في عندنا حوالي 80 شركة قدمت وقدمت رعاية للأندية أول ما انطلقت الأندية. لاحظنا بال2012 بلش في عزوف من الشركات، إنه في صار بعد فاعتماد الأندية. أول ما في عندنا إدارة فنية ناجحة اللي تعتمد كيف عملية التعاقدات مع اللاعبين واستثمار اللاعبين، وأيضا يكون في عندنا مشاريع صغيرة أو مشاريع بتمولنا. لغاية الآن أنا في عندي 12 فريق احتراف، ما فيش عندنا إلا فريقين أو ثلاث فرق عندهم وسائل نقل، كلياتهم يعتمدوا على إيش؟ على النقل العام. النقل العام يعني بيجي بأخذ اللاعبين على المباراة، بدفع المصاريف. المفترض هذا النادي يوم بدخل بنظام الاحتراف وبتشارك في البطولات الآسيوية أو البطولات الاتحاد العربي أو البطولات الدولية، من المفترض يكون في عنده وسائل نقل ثابتة، بده يكون عنده ملاعب. لغاية الآن إحنا الأندية يوم بده يطلع يتدرب الفريق بيطلع على طول مباشرة بيدفع رسوم التدريب تاعة الفريق اللي بده يتدرب عليها، ساعتين أو ثلاثة بده يدفع للبلدية سين أو بلدية صاد رسوم التدريب، النقل بده يدفع عليها، تعاقدات اللاعبين بده يدفع عليها، تراكمات كل الأمور اللوجستية بدي يدفع عليها، ما في عندي إشي دخل للنادي. طب إحنا بدنا نحكي هون على، ممكن نحكي على ثقافتين موجودات في الأندية، الأولى اللي هي بتعتمد على رجل أعمال ابن المنطقة، والثانية تعتمد على بعض المدخلات اللي جاي من الاتحاد أو الراعي للنادي. موضوع رجال الأعمال وعزوف، ممكن نحكي التمويل أو الدعم المالي، صار إنه يخلق بعض المشاكل خاصة بالفرق التي تمسك الطابع ابن البلد. وهون كنا ندردش قبل الحلقة بموضوع إنه الفريق كان يحمل مجموعة لاعبين ممثلين لهذه القرية، أبناء هذه القرية، نعم. فكنت أنا بدعم ابن عمي وابن أخوي وابن كذا. حاليا صار في استقطاب لبعض اللاعبين، الحمد لله صار عندنا ميركاتو فلسطيني، صار عندنا سوق انتقالات. هذا الإشي عزف بعض رجال الأعمال وأيضا أبناء القرية أو أبناء المدينة أو أبناء المخيم عن دعم هذا النادي. كيف ممكن انه احنا نعوض هذا الجانب؟ لا يعني احنا للاسف، يعني خلينا احنا نتحدث بجانبين. الجانب الاول احنا تحدثنا عنه انه هو ابن البلد بظل هاي داعم للجماهير، صحيح. انه الجماهير بتضل تدعم ابن العم والاخو بظل يجلب معاه اصدقاء. وكنا نلاحظ انه المباراه يوم كانت مثلا مباراه شباب الخليل وشباب الظهريه مثلا، كنا نلاحظ انه الملعب خارج الملعب اكثر من داخل الملعب، صحيح. وكانت اشهر هم بيعدوا في هاي المباراه. اليوم بتمر المباراه مرور الكرام، حتى بحيث انه كثير من الجماهير ما بتتوجه للملعب وما بتحضر في داخل الملعب. لكن بخصوص الشركات، الشركات لغايه الان للاسف الشديد، احنا كاعلاميين نتحمل جزء من المسؤوليه، الجامعات تتحمل جزء من المسؤوليه، الانديه بتتحمل جزء من المسؤوليه، وايضا الاتحاد او المسؤولين عن الرياضه الفلسطينيه بتحمل جزء من المسؤوليه. لانه لغايه الان احنا ما ثقفنا الشركات في عمليه رعايه وتبني الرياضه الفلسطينيه او احتضان الرياضه الفلسطينيه، وكيف بتدر عليهم دخل من النواحي الاعلاميه، بالمقابل بتدر دخل على الانديه انه الانديه بتواصل عملها وبتواصل حضورها وبتواصل وجودها. فللاسف انه احنا بنلاحظ الشركات، يعني لاحظنا انه دوري الاحتراف، دوري الاعتراف 6-9 اسابيع ولغايه الان احنا مش قادرين نحدد من هي الشركه الراعيه، على اعتبار انه الشركه الوطنيه اتخلت عن تبنيها للدوري، بحيث انه تم تحويله لدوري القدس، دوري القدس. وهذا اسم كبير جدا وله صدى وله معنى، أكيد. وانا بعتبر انه هذا اللي بيحتفظ بهذا اللقب في هذا العام هو راح يكون مميز، راح يكون لقب استثنائي، لانه دوري القدس بيحمل في طياته كثير من المعاني وكثير من الحروف الذهبيه اللي احنا بنامل وبنتمنى انه يحافظوا على هذا الاسم. بخصوص الشركات، لاحظنا انه كل الشركات حتى بكثير من الانديه كانت توجه حتى انها تجلب شركه ترعاها، كل الشركات، معظم الشركات، وهذا للاسف لغايه الان ما في منظومه ماليه بتنظم العمل، على الرغم انه الشركات، في كثير من الشركات بتسترد كثير من الاموال من خلال الضرائب في عمليه دعم هاي، لكن ما في دور تثقيفي. وانا بحمل هذا الجانب لمين؟ بحمل الجانب اللي هي الجمعيات الاقتصادية، للجامعات، وأيضا للاتحاد، وأيضا للأندية. هذا جانب كبير أندي بعزوف الأندية. هذا رح نتحدث إحنا قبل ما ننهي هاي الحلقة، رح نتحدث شو الحلول اللي إحنا لازم نعملها. لكن الجماهير أيضا، الجماهير كانت تدر دخل كبير جدا من خلال التبرعات، من خلال الاشتراكات، وأيضا تذكر. من خلال حضورهم للمباريات، تذكر، صحيح. للأسف إنه إحنا صرنا نلاحظ المباريات اللي كانت في عندنا قاعدة جماهيرية كبيرة للأندية، عميد الأندية شباب الخليل كان عنده قاعدة جماهيرية كبيرة جدا،
لغاية الآن ما زال محافظ عليها في ظل وقوف رجال الأعمال، لأنه النادي الوحيد اللي لغاية الآن رجال الأعمال أو الجهات الاقتصادية بتدعمه هو شباب الخليل، وما بعجز في عملية إيش جمع الأموال حتى لو تراكمت عليه الديون. بيقابلوا نادي هلال القدس في ظل وجود أيضا كادر كبير من الاقتصاديين، وأنه اهتموا بالجانب الاقتصادي وخلوا الجانب الفني لناس مختصين بالرياضة. باقي الأندية، معظم الأندية بتعمل من 2011 لغاية الآن على فقط أنها تشارك في الدوري من أجل المشاركة والاستقرار والحفاظ. في الحفاظ على البقاء، مش المنافسة على الحفاظ على البقاء في لأنه المحترفين. اللي بده ينافس بده مصاريف كثيرة. لاحظنا شباب الظهرية اللي هي غزلان الجنوب من أعرق الأندية، الأزمة اللي بمر فيها حاليا كان عنده أكبر قاعدة جماهيرية. كان أنا يعني أنا ابن محافظة الخليل كنت ألاحظ إنه نساء القرية قبل المباراة كانوا من أموالهم الخاصة من عيدياتهم يجمعوا لصندوق النادي ويجمعوا التبرعات، ما عمره صار عندهم عجز بالمطلق، وكانت عندهم مشاريع بناءة ومشاريع. حاليا في ظل تخلي إدارة النادي عن لاعبي أبناء القرية واستقطاب اللاعبين من الخارج وعدم الاستقرار على تشكيلة رئيسية وعدم وجود إدارة تتحكم، إنه معظم الرياضيين أبعدوا عن هذا الجانب. هاي الأندية نفس ما صار مع الظهرية، نفس ما صار مع نادي سور باهر الفريق العريق اللي انتهى دوره وانتهى اسمه. في كثير من الأندية أبناء نابلس، كثير من الأندية العربي بيت صفافة، كل هاي الأندية اللي كانت حاضرة وكانت موجودة في ظل العجز المالي وفي ظل عدم توفر الموارد المالية اللي بتدعمهم وبتدعم وجودهم، لأنه إحنا أصبحنا في عنا مدارس كروية اللاعب بعد ما يصل عمره 14 سنة و15 سنة ما بيلاقي إله مكاني، لأنه أنا بستقطب لاعب من الداخل للأرض المحتلة أو بجيبه من الشتات وبستقطب لاعبين من الأندية الأخرى وبحطهم بتشكيلة الفريق. هذا أثر تأثير كبير وتأثير سلبي على الأندية. ممكن نحكي كمان أيضا تراكم الديون من الأعوام السابقة، الحديث عن إدارات للأندية تتعامل مع ديون شخصية أو تحول لهم شخصية بعد استقالة القائمين كانوا على النادي في عام معين. هون ممكن نحكي تحويل النادي لمؤسسة أكثر وشركة، تحويل الشركة نعم لشركة حاضرة موجودة ضمن أسهم، ليكون هذا الدين أو هذا العبء المادي هو ليس على عاتق شخص واحد. هذا في البداية. أيضا هذه الديون ممكن خلينا نخسر لعيبة وممكن نخسر تواجد على خريطة أيضا المحترفين. يعني أولا إحنا بنشكر اللواء جبرين رجوب اللي عمل عندنا، إحنا مع الاتحاد الدولي عمل عندنا برنامج مختص اسمه برنامج الإدارة الرياضية. من المفترض هذا البرنامج الإدارة الرياضية أنه يتخصص لمين؟ للأندية، أنه الأندية يتفرغ من جانبها شخص حاصل على مؤهل علمي أنه يأخذ هذا المنظومة أو هذا. لأنه إحنا لاحظنا أنه كل الهيئات الإدارية اللي حالياً كلها تتشكل تشكيل بناء على التوافق مجموعة من الأشخاص. بالأصل كان المفترض أنه يكون في اجتماع هيئة عامة يعرض التقرير الإداري، التقرير المالي، نعرف شو العجز المالي الموجود، شو الديون المتراكمة الموجودة، شو الموارد الموجودة، شو إنا شو علينا. للأسف إحنا بنلاحظ، بعطيك أنا أمثل على كل الأندية، وأنا براهن إنه 90% من الأندية لم تعقد اجتماع للهيئة العامة وانتخاب هيئة إدارية. نادي شباب يطا حوالي 6 سنوات وهو بدعي لاجتماع للهيئة العامة ما كان يحضر من أصل الاجتماع اللي وصل حوالي 2500 عضو ما كانش يحضر 50 عضو، بحيث انه الهيئه الاداريه انتهت وانتهى النادي وانتهى الفريق. فعمليه تشكيل الهيئات الاداريه الموجوده للانديه حاليا، هم بيجوا ناس، في كثير من الناس معهم اموال بدهم يحاولوا يحافظوا على وجودهم وحضورهم، بده يكون لهم صدى اعلامي، لهم ظهور على الساحه الرياضيه. للاسف انه هذول ما بتواصلوا لانه بكون يعني كيف نحسلها باللغه العاميه محصلته صغيره، يعني ما بيقدر يتحمل الأزمة، ما بيقدر يتحمل الأمور اللي بتحصل والديون اللي بتتراكم. كثير من الهيئات الإدارية خلصت من إدارة النادي للأسف إنه الديون اللي تراكمت عليها أصبحت المطالبين بيطالبوا الشخص ما بيطالبوا النادي، لأنه أنا ما في عندي مؤسسة بتحكم هذا الفريق أو هذا عمل منظم. لضيق الوقت لنعطي كمان مساحة أيضا للفدائي لنحكي بالحلول، والحلول واضحة ويعني موجودة وممكن كل نادي يتواصل معها من خلال الاتحاد، وأيضا في حلول هي نحكي على عاتق أيضا وزارة الاقتصاد أو حتى هيئة أو مجلس الحكومة المحلي في المدينة أو بالقرية. يعني الحلول بدها تتجمع بثلاث محاور أساسية. أولا محور بالمؤسسات الحكومية اللي هي وزارة الاقتصاد، المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الرئاسي، مجلس الوزراء، كل هاي الأمور. نعم. تنظم هاي الأمور، توضع قانون منظم للأندية بحيث أنه أنا الأندية تصبح حاليا ما تصبح الأندية ظلت تتسول، أنه أنا اعتمدت على الاحتراف الدولي أتعامل مثل الأندية زي الوحدات، الفيصل، الترجي،
التونسي، الأهلي، المصري، كل الأندية هاي الموجودة أعمل أخذ تجربتها وجزء منها أطبقها على أرض الواقع. هاي الأندية بالمفترض يكون في عندها خطة ورؤية واستراتيجية، وأنا أعتمد عليها، ما أعتمد فقط إنه أنا أجي أشارك في هذا الدوري، أتحمل الديون ما أتحمل الديون، قدرت أسدد اللاعب، تعاقدت مع لاعب، أعطيته ما أعطيته، المحاكم يجي غيري يمسك الدين، يمسك غيره. هذا مفترض إنه أنا أخلص منه، أمزع كل هذا الورق. الجانب الثاني، المفترض إنه أنا عندي حاليا النادي يهتم يكون في عنده بنية تحتية صحيحة، وكتش أنا بحل هاي الأزمة بكون في كل نادي بكون في عنده وسيلة نقل ثابتة، بكون في عنده ملعب تدريبي وملعب بيتي إله، بكون في عندي أنا شيء اللي يدر علي دخل شهري. ما اعتمد يكون في عندي محلات مستأجرة، يكون في عندي مشاريع، اشارك في مشاريع، في شركات، في مولات، يكون هذا النادي له حضور. يعني مش بس مجرد انه انا موجودي بس في الرياضة. الانديه وملاعبها تؤجر لشركات وتؤجر لكذا، وهذا كمان بدور دخل ممتاز. هذا من المفترض، من المفترض انه احنا عندنا، لو في عندنا بالفعل في عندنا عقليات اقتصاديه رياضيه موجوده، الانديه بتدر دخل كبير جدا ومرابح كبيره جدا، بس انا بدي اعرف كيف استغلها واستثمرها بطرق صحيحه، بطرق واقعية. يعني أنا بحكي لك حالياً في المرحلة القادمة، مرحلة الدوري رح ينطلق عندنا في 25/2، رح تدخل ديون متراكمة على كثير من الأندية، زي نادي ظهرية اللي بده يصارع حالياً على بقاء وحضوره، بده إيش؟ بده يزيد من ديونه على خزينة شباب الخليل، بده ينافس أيضاً، بده يزيد هلال القدس، بده يحافظ، بده يزيد بلاطة، بده تزيد. فإحنا بنطالب كل الأندية حالياً، يعني في نهاية في هاي الفقرة اللي بالرغم إنها بتحتاج لفلسفة كثير وحديث كثير ومطول في هذه المواضيع، وإنه إحنا نحط يعني ايدينا على الجرح الحقيقي ونحاول ايش انه احنا نعالجه. من المفترض انه احنا حاليا كل ادارات الانديه تفكر بموارد ما تعتمد على الشحدي، انه انا اتحاد كره القدم كتش اعطاني او منحه الرئيس اجتني، انه انا بتنفرج معي وبصرف وبعطي اللاعبين، ما جتش معي بدي اتخبى واغلق تليفوناتي ومرد على التليفونات. يكون عندي محلات مستاجره، يكون في عندي اسهم في شركات، يكون في عندي منشات، في عندي مسبح، في عندي نادي جيم اللي بيكون في عندي اشتراكات للياقة، يعني لا يعقل انه انا نادي رياضي ما يكونش في عندي جيم رياضي داخل للنادي اللي انا من جماهيري، يكون في عندي اشتراكات شهريه له. اكيد يعني اخي محمد، الحديث يطول، والاداره الرياضيه مهم جدا، نفتح لها كمان مساحات ايضا ومحطات كبيره. وانا شاكر هالنصائح اللي ان شاء الله الانديه وكل القائمين على الانديه، في النهايه انا بامل وبتمنى من جامعاتنا انه تهتم بهذا الجانب وتحطه ضمن رؤيتها واستراتيجيتها في التعليم القادم. اكيد الجانب الاخر من محطتنا مشاهدينا، راح نخصص الحديث اكثر على مشاركه منتخبنا الفلسطيني الفدائي، وكلمه فدائي بتحمل طياتها الكثير من الحب، الكثير من الشوق والشغف لهذا المنتخب الذي انطلق بطريقه وبقفزه نوعيه ومثل فلسطين، وايضا وجد على الخريطه العالميه الرياضيه بتصنيفات تتطور عام تلو العام. العديد من المواطنين دعموا المنتخب، والعديد من المواطنين والاهالي وكل محبين الرياضه، وايضا اخوتنا واشقائنا العرب دعموا المنتخب. حننتقل لتقرير ونكمل الحديث مع محمد ابو عرام حول المنتخب وتشكيلة المنتخب المشاركة في مجموعة حديدية. على أحر من الجمر تترقب الجماهير الفلسطينية ظهور منتخبها في كأس الأمم الآسيوية. أيام معدودة ويستهل الفدائي مشواره الآسيوي للمرة الثانية في البطولة القارية الأكبر، فيما الجماهير متوحدة خلفه وتنتظر مشاركة تليق باسم فلسطين. وعلى الرغم من أن الغالبية الأكبر من الجماهير الفلسطينية لن تتمكن من السفر والوقوف خلف اللاعبين هناك في الإمارات لأسباب عديدة، إلا أن المناصرين منشغلون بالنقاش والتحليل وابتكار أساليب لدعم الفداء وتشجيعه. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بدأت الجماهير منذ مدة بالحشد والمؤازرة، وامتلأت الصفحات الإلكترونية بالدعوات للوقوف مع الفدائي، وأطلق الكثيرون حملات لمناصرة الكتيبة الفلسطينية. أما هناك في الإمارات فقد بدأت الجالية الفلسطينية التي تتمتع بحضور كبير وفعال في اقتناء تذاكر المباريات، ولسان حالها يقول: لا تقلقوا يا أهلنا في الوطن، فنحن سنرفع علمنا ونكون صفا واحدا خلف منتخبنا في المدرجات.
أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. الفدائي دخل بقرعة صعبة جدا وهي ممكن نحكي القرعة الأقوى في هذه البطولة. نحكي على أستراليا حامل اللقب، المنتخب الشقيق الأردني منتخب النشامة، وأيضا منتخب سوريا اللي وصل لملحق كأس العالم روسيا 2018. هي المجموعة حنتحدث أكثر عليها، وأيضا على المعسكر التدريبي اللي كان الداخلي في فلسطين وأيضا في قطر، ومباريات كانت فيها كثير من المعادلات. بنرجع لك محمد أبو عرام، الحديث يطول على الفدائي، وتعرف يعني شغلة، أنا هالة السعادة والتشوق لأول مباراة موجودة بيننا، يعني إحنا كنا بننتظرها يعني لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة وثانية بثانية، إنه إحنا بستي واحد إنه إحنا نتابع منتخبنا اللي إحنا بنأمل وبنتمنى إنه بستي واحد تكون انطلاقة زي انطلاقة المارد الفتحاوي في 65، تكون انطلاقة الفدائي في كأس آسيا في 5 و 6 1 2019، وانه هذا المنتخب اللي شرفنا واللي بالفعل اثبت انه فدائي بمعنى الكلمه، فدائي يحمل بكل المعاني بكل المقومات انه يثبت حضوره ووجوده، بالرغم انه القرعه ما خدمته، وجوده في اصعب مجموعه، المجموعه اللي كل النقاد والمحللين الرياضيين اللي بيحللوا على اعتبار انه هذول الفرق اللي موجوده بمجموعتنا انها راح تصل لادوار متقدمه جدا جدا. احنا بنامل وبنتمنى انه منتخبنا يشرفنا ويعكس كل التحليلات وكل التوقعات وانه يشرفنا. خلينا نقول هيك، في نظره للامام، هو حلم او هو ممكن يكون امل؟ انا شايف انه منتخبنا الحصان الاسود في البطوله. يعني احنا بكلياتنا، احنا الشعب الفلسطيني عشنا على الامل يا رب، واحنا دائما بنحكيها، نحن محكومون بالامل، لولا الامل ما ارضعت ام طفلها وما غرس فلاح شجره. واحنا بنحكي لمنتخبنا لولا الامل ما تواجد منتخبنا في الامارات، طيب، وما حمل الزي ورفع الكوفيه ورفع العلم الفلسطيني. فامله بالله كبير، املنا بفدائيين كبير انه يشرفونا بهي. هذا التمثيل، هذا التمثيل الثاني للفدائي في امم اسيا، انتقال من كاس التحدي لامم اسيا الاولى اللي كنا تجربه وايضا كان فيها لمسه مميزه. بنحكي على التمثيل الثاني، احتاج لمعسكرات داخليه ومعسكرات خارجيه. خلينا نحكي عن المعسكرين لنوصل للتشكيله اللي طلع فيها مدربنا ولد علي. يعني احنا بنامل وبنتمنى انه احنا بدايه حديثنا لازم نحكي بكل الايجابيات ونبعد عن السلبيات. أكيد. على الرغم انه في سلبيات، ولو بدنا نحكي عن سلبيات اللي من خلال المعسكر التدريبي او من خلال وصوله لتشكيله نهائيه واستعداده، بنحكي كثير عن سلبيات، لكن انه احنا حاليا حتى نعطي دافع قوي واللي احنا كليتنا خلف المنتخب، بدنا نحكي عن كل الايجابيات. منتخبنا شرفنا من خلال مشاركته في كاس اسيا باستراليا، بالرغم من الخساره وانه ما ظهر، لكن اثبت انه فريق عنيد، ولاحظناه انه قديش كانت الصلابه والعنادي، وانه كانت الفرق يعني انه تلعب معانا بكل روح يعني. وانه احنا المحللين الرياضيين حكوا عن منتخبنا انه كان هو المنتخب او الحصان الاسود في هاي البطوله اللي احنا بنامل. لكن مشاركتنا هاي المره اولا بنحكي عنها من ناحيه وصولنا لكاس اسيا، احنا ما جينا زي كاس التحدي بالمره الاولى، لا، احنا جينا بناء على مشاركات ووصولنا، واحنا نفسنا الفرق وحصلنا على المركز الثاني بفارق الاهداف عن المنتخب العماني. المنتخب العماني صاحب المدرسي الاوروبي اللي بعسكر في اوروبا واللي عنده موارد وعنده وموجود على الساحه وبيشارك في كل المشاركات سواء على كاس الخليج او كاس الاتحاد الاسيوي او البطولات المحليه او البطولات الخارجيه. منتخبنا نافس وكان منافس قوي، خسرنا 1-0 في عمان، لكن هذا الفريق انه احنا اثبت وجوده وحضوره، وكان مرحلة انتقالنا انه احنا حصلنا على 5 فوز مقابل خسارة واحدة. صحيح. ووصلنا لهذه المرحلة. مرحلة الاستعداد، اتوقف الدوري، انه احنا حاليا راح يتوقف لمدة 2 شهر. عسكر منتخبنا معسكر داخلي، اللاعبين حاول يجمع مدربنا اللي هو نور الدين ولد علي الجزائري، اللي انا بعتبره انه فلسطيني الاصل، فلسطيني الفلسطيني لانه دمه فلسطيني وقلبه فلسطيني. صحيح. استقر على تشكيلة حاول يجمع فيها بثلاث عناصر اساسية. اولا عناصر الخبرة، عناصر الخبرة ضروري جدا، واللي انا بعتبر انه راح يكون الدور المنقذ والدور الكبير وكل الانظار راح تكون على عبد اللطيف البهداري اللي هو اندرج في المنتخب الوطني الفلسطيني منذ عام 2006 تقريبا، لكن كانت اول مشاركة له بال 2007، يعني احنا بنحكي عن 11 سنة لعبد اللطيف البهداري. سامح مراعبي اللي عانى من الاحتلال واللي كان ممنوع يخرج من داخل محافظة قلقيلية. صحيح. واللي ما حاول يفرغ طاقته، احنا لاحظنا من يوم ما
تم دخل الاتحاد الدولي ودخلت كل الاتجاهات وكل السياسه بحيث انه سامح مرعبي اصبح عنصر اساسي في المنتخب. خليني احكي شغله بالاسباني بيحكوها الجرينتا، الجرينتا عندنا او اللي هي الروح اللي موجوده، الروح الموجودة. انا بحكي سامح مرعبي وعبد اللطيف البهداري هم اللي حاملين الشغف، حتى بنشوفهم في الملعب في حاله الارتباك، في حاله الخساره، في حاله الهدف، بتلاقيهم بيحمل الفريق لمنحنى اخر كامل. بالضبط هذا اللي انا بدي احكي عنه، انه انت بتلاحظ هذول الاثنين وجودهم بدهم ياكلوا الملعب اكل. بتلاحظ عبد اللطيف البهداري كثير من الاحيان بتقدم، بده هو يوم بتكون فريقنا مش متقدم او فريقنا خاسر بتلاحظ عبد اللطيف البهداري بده ياكل الملعب اكل، بحيث انه بتخلى عن مهامه الموجود المهام الدفاعيه وبصير هو اصبح هو زيه زي سيرجيو راموس متخصص باحراز الاهداف. انا حكيت راموس بالضبط. راموس حاليا انت بتلاحظ مع ريال مدريد قديش الروح اللي موجوده عنده من اكثر اللاعبين، عبد اللطيف البهداري ايضا هاي الروح موجوده. سامح مرعبي كل الانظار بتتوجه له، ايضا استعان بالعناصر الشابه. شوفهم منتخبنا الاولمبي مهمات، احنا بنحكي على ارتكاز وبنحكي دفاع 100%. انا ماخذ انا قوتي في هذول الجانبين. سامح لا، والميزه في سامح كمان انه بيلعب في اكثر من مركز، يعني صحيح. بتقدر تستغله في اكثر الليبرو. من الليبرو صحيح. يعني بتقدر تسم بساندو تامر سيام في تجربه الاحترافيه الموجوده بالمغرب وحضوره حاليا، عدي الدباغ لاعب الهلال اللي كل الانظار وكل الاعلاميين اللي بتابعوه. بعدين في ميزه كمان انه احنا لاول مره بدنا نشارك في بطوله في الخليج العربي، هاي تفتح بوابه للاعبين انهم يظهروا مهاراتهم للاستقطاب. انه اللاعب الفلسطيني سهل استقطابه من خلال ايش؟ لانه في عنده مهارات. اللاعب الفلسطيني بيمتاز بالصلابه، بالقوه، بالاراده، بالتفكير، بالحنكه. فكل لاعب فينا من اللاعبين اللي استقر عليهم تشكيلتنا حاليا واللي احنا بنتمنى انه المباراه الاولى اللي في 6-1 اللي احنا كلياتنا تحدثنا، وانا بثني على كلام احمد الحسن حينما قال انه هاي المباراه راح تكون البوابه للانطلاقه لنا، لانه احنا عندنا اكثر من فرصه، فرصه انه احنا نحتل المركز الاول او المركز الثاني. لا سمح الله اذا ما حصلنا نحاول انه احنا نحصل شوف على المركز الثالث افضل اربعه. وبدي احكي شغله هون، التحدي الكبير مع استراليا كحامل لقب انه هو داخل يلعب مع فريق انا شايف بمدربنا انه في مفاجاه في المنتخب، وهي هاي اللي حتكون علامه فارقه. خطوط الدفاع مكتمله، عندنا خط وسط ناري. بدي احكي شغله مش ناري. بس ناري هو خط وسط بيلعب بكل التقنيات. نعم بيلعب صحيح. بتشكيله 4-4-2 و4-3-2-1 وبيلعب بجناحين. نعم. 100% احنا عندنا جناحين وعندنا ظهيرين وبنلعب على رؤوس حربه، مش راس حربه صريح واحد، لا في عندنا اكثر من راس حربه. نعم احنا وهي الميزه انه انا بدي احكي عن المنتخب الاسترالي. المنتخب الاسترالي بعد مشاركته في كاس العالم باعتقادي انه اصبحت يعني يتراجع صحيح. تراجع الخلف، واذا احنا بنتابع المنتخب الاسترالي اصبح في عنده تراجع، وكمان حتى وصوله فرق السن والعمر. حتى وصوله لكاس العالم لاحظناه يعني يعني انه راح تكون مباراه ثاريه ما بين المنتخب السوري والمنتخب الاسترالي صحيح. على اعتبار انه المنتخب الاسترالي قنص الفوز في اللحظات الاخيره في الرمق الاخير من المنتخب السوري وحرم المنتخب السوري، اللي باعتقادي انه المنتخب السوري راح يكون له دور كبير تكسير جدا. عظام هاي لقاء سوريا واستراليا تكسير عظام. المنتخب السوري احنا لاحظناه في الاونه الاخيره او من يوم ما اجت عنده الازمه وحصلت في سوريا العزيزه على قلوب أكيد. الشعب الفلسطيني نفس اللي احنا عانيناه من الاحتلال الصهيوني وجسدناه على ارض المستطيل الاخضر وبرياضتنا الفلسطينيه، بنلاحظ المنتخب السوري ايضا مشاركته بالرياضة أصبح انتقل نقلي لوعي، بيحمل هم بلد وبيحمل ظروف، يعني بحيث أنه المنتخب السوري أنا متابع للرياضة منذ الصغر، لم أسمع عن المنتخب السوري بهاي المرحلة أو بهذا صحيح. المستوى مثل هاي المرحلة، بالرغم أنه في عنده أزمة كبيرة جدا، أنه تشتت شعبه، دمار، إصابات، شهداء، اعتقالات، لكن المنتخب السوري. شوف أخي محمد، أنا بس بدي أحط تعليق صغير على المنتخب السوري، وبنحكي على خرابين وبنحكي على سوما كهداف سومة. كهداف الدوري السعودي، وأنت بتحكي على دوري بيشتغل من سنين ودوري ممثل للشرق الأوسط في العالم، نحن بنحكي دوري متقن ودوري له جماهيرية مش طبيعية. لما بتنتقل أنت هذا الإشي لتجسد هالاحتراف بالمنتخب، وهذا اللي بنتمناه للعيبه، احنا بنتمنى للعيبتنا، واللي احنا بنقول لك انه راح يكون بوابه، يعني نعم الخليج العربي راح يكون بوابه للعيبتنا حتى انه ايش تنتقل عندهم نفس النقله اللي موجوده بالمنتخب السوري حاليا، والاحتراف اللي احترفوه اللاعبين السوريين وجسدوه مع المنتخب السوري انه يكون ايضا في منتخب. احكي بشغله للمعسكر اللي كان في قطر، والتحدي اللي كان مع ايران هو تحدي مش اقل من التحديات اللي حتواجهنا مع الشقيق الاردني اللي كمان بيشتغل على منظومه ممتازه جدا، دوري
دوري أردني قوي جدا، نحكي بين الوحدات والفيصلي والرمثة وأيضا فرق مختلفة، نحكي على إيران اللي كان تشبه ممكن نحكي سوريا ببعض التكتيك، وبنحكي على إيران اللي بتشبه الكانجارو الأسترالي بعناد. يعني أولا المعسكر التدريبي كان معسكر إيجابي بكل النواحي، بعثتنا أو بعثت منتخبنا أو عناصر الفدائي حظيوا باحترام وبتقدير، بحيث أنه إحنا لاحظنا أنه حفل الوداع اللي ودعوهم إياه في من جامعة النجاح وجود صحيح. رئيس الوزراء، الشعب الفلسطيني كلياته رفع رسائل، وكانت عندنا تغريدات وكانت عندنا مواقع تواصل السوشيال ميديا والصحف المحلية كلياتها داعمة للمنتخب، الجاليات الفلسطينية داعمة للمنتخب. المعسكر كان معسكر إيجابي، كان فيه بعض الثغرات بصراحة صحيح. وخاصة أنا بالنسبة لي كمحلل وناقد رياضي بعتبر المباراة الأخيرة يعني كانت شوية ضعضعتنا كثير، مش بوقتها أو يعني مش بوقتها اختلاف الجدول، خصوصا مع منتخب مثل منتخب غرق قسان. يعني أنه إحنا يوم نلعب مع المنتخب الإيراني أو مع المنتخب العراقي أو مع المنتخب اليمني ونأدي أداء جيد ونثبت حضورنا ويكون في عندنا تشكيل مستقرة ونخسر من غير غرغستان في آخر يوم بالمعسكر التدريبي يعني ب2-1 هاي كانت مؤلمة، وسبقونا بالهدفين كمان. لكن نظرتي أنا المباراة الوحيدة اللي أنا خايف عليها من الثلاث مباريات اللي بدي يلعبها منتخبنا هي أمام المنتخب الأردني، منتخب النشامة. ليش؟ صحيح. لأنه إحنا المنتخب الأردني والمنتخب الفلسطيني هو منتخب واحد طبعا. صحيح. بنلعب باللعب المفتوح، ما بيكون ما بنلعب بطريقة الحذر أو بيكون في عندنا، وإحنا عادة إنه إحنا خسرنا من المنتخب الأردني بنتائج فارقة كبيرة بسبب الانفتاح اللي احنا بنعمله. صحيح. فانا كمحلل وناقد رياضي خايف، انا بخاف من مباراه المنتخب الاردني. لكن المنتخب السوري بعتقد وبعتبر انه احنا راح يكون فريقين راح يلعبوا بالصلابه وبالنديه، وراح تكون مباراه قويه ومباراه مش مفتوحه. وبدي احكي شغله، هي مباراه شوط ثاني حتكون مباراه شوط ثاني، هي مباراه المدربين مدربين، لانه انا بشوف بهاي الشغله، هي في حاله منتخبنا الفدائي ما تلقاش هدف سريع بهجمه مرتده او اي حاله استثنائيه، إذا حافظ على شباكه نظيفة خلال الشوط الأول بعتمد على المنتخب وعلى تشكيله ممكن تخلق فارق ممتاز. وأنا متفائل جدا جدا. خلينا نحكي كتير مهم جدا على التشكيل النهائية، لأنه نعم. بوقتنا اللي نعم. القليل جدا، التشكيل النهائية وعلى أي أساس ممكن نحكي أنه هل التشكيلة أنا متفائل فيها، هل هناك بعض الأسماء افتقرت لهذه التشكيلة؟ لا، يعني أنا بعتقد أنه من خلال هذا المعسكر ومن خلال استقراره على التشكيلة اللي أعلنها يوم الأربعاء يوم الاثنين الماضي صحيح. هي تعتمد على تشكيلة المنتخب العادية صحيح. يعني المتواجد، يعني راح يتواجد عندنا عبد اللطيف البوداري، ساهم محمراعبي، عدي الدباغ، رامي حمادي، راح يتواجد معنا مصعب البطاط. يعني هاي بتكون هي يعني التشكيلة الثابتة أو اللي إحنا بنعتمد عليها، أدخل فيها عناصر خبرة وأدخل فيها عناصر شابة، وأيضا أدخل فيها عناصر من المحترفين من الخارج صحيح. من تشيلي ومن المناطق الأوروبية الموجودة. باعتقادي أنه المباراة، أنا بعتبر مباراة سوريا مباراة فلسطين راح تكون مباراة قوية ومن العيار الثقيل، بنأمل وأنا عندي تفاؤل كبير أنه إحنا راح نحقق فيها نتيجة إيجابية، الفوز او التعادل. لكن انا يعني حسب الهاجس الموجود داخلي انه مباراتنا انه احنا راح نفوز ونحقق المفاجاه من العيار الثقيل على المنتخب الاسترالي وهذه فوزنا على المنتخب الاسترالي راح يقلب كل التحليلات وكل التوقعات. فاحنا بنامل انه احنا لا بالفعل يعني منتخبنا حاليا اتواجد فيه اللواء جبرين رجوب نعم. جلس مع اعضاء البعثه وزرع فيهم وبث فيهم روح التحدي والإصرار والأمان اللي والأمل منه. وإنه هذا العام عام السعادة، عام الأمل، عام الانطلاقة، انطلاقة فتح، انطلاقة المنتخب والفدائي، إنه إحنا نلعب بكل روح قتالية ونثبت حضورنا ونثبت طبعا. وجودنا. شكرنا شكر موصول لكل من دعم المنتخب، خاصة شركة جوال اللي كنا نأمل من كل شركاتنا وكل اقتصادنا اللي إحنا تحدثنا في بداية البرنامج أكيد. عن دعم الأندية، انه كان مفترض فيه انه يدعم منتخبنا، لانه منتخبنا هو اللي رايح رافع العلم الفلسطيني ورافع شهادة الدولة الفلسطينية في هاي المحافل. اكيد. شاكر لك الناطق والمحلل الرياضي محمد ابو عرام، الحديث يطول وان شاء الله راح نستمتع اكثر بالنتائج الايجابية اللي انا متفائل وانت متفائل وكل شعبنا متفائل. انا متفائل وانت متفائل، وبالفعل يعني احنا بنامل وبنتمنى انه الحل الجديد لبرنامج بالسبورت في الاستوديو الجديد وبانطلاقته الجديدة وخلال حضورك وحضور زميلنا أحمد. إحنا راح نكون أيضا بإذن الله راح تكون انطلاقة برضو أيضا للبرنامج الرياضي أو للإعلام الرياضي، انطلاقة حديثي وانطلاقة جديدة. كل الاحترام كل الشكر أكيد. إلك ولكل
مشاهدي تلفزيون فلسطين. أكيد الشكر كمان لطاقمنا العامل ومن مخرجين ومعدين وأيضا كل الطاقم الموجود في الأستوديو. مشاهدينا الأمل برسوم باسمنا وباسم كل فلسطيني بينبض بالحياة، الفدائي حامل كل القضايا، حامل دم الشهيد وحامل هموم المصاب وحامل إصرار الأسير وحامل كل اسم بكل حرف بكلمة فلسطين إلى الإمارات في هاي البطولة. تركيز، محبة، استمتاع، حيكون في نتيجة إن شاء الله مشرفة لنا. هيك بنكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا من بالسبورت اليوم، وبنلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم بحلقة جديدة مع نتائج مشرفة أكيد للفدائي. إلى اللقاء.